اليوم كانت الحمادي جبالي رئيس الحكومة الانتقالية مصافحة صباح يوم على المصبات العشوائية للفضلات بمنطقة حي الزهور بالعاصمة، وين وخلال زيارة فجأة عاين تفاقم الظاهرة هذه. أدى اليوم الصباح حمادي جبالي رئيس الحكومة الانتقالية زيارة فجائية لمنطقة حي الزهور بالعاصمة، وين اطلع على المصبات العشوائية للفضلات بالمنطقة واستمع للمواطنين وتحدث على تفاقم الظاهرة في البلاد الكل بدون استثناء. هذه الثورة قامت باش تونس تكون أجمل منك بكثير. شكون مسؤول ثور الواحد باش يلقي التهم؟ ظالي كنا مسؤولين زيد ثور الواحد باش يقول، لكن المسؤولية الكبيرة على السلطات، على السلطات معناها الولاية البلدية. شو معناها هذه؟ معناها هذه أشهر، هذه مش نهار، مش اثنين، مش ثلاثة، هذم أشهر. لكن زادة كنا مسؤولين، حتى المواطن مسؤول معناها. المواطنين تشكوا من غياب اعوان النظافه وتراكم الاوساخ اللي تسبب في مشاكل صحيه وبيئيه. ونكريو تراكسات، احنا يومين تراكس كاميون ب 60 دينار و 100 دينار باش يهزنا الوسخ واحد وكل شيء من هنا. هذه في الجامعة حوالي مرتين في الجامعة. بلدية غير موجوده في هذه الكل، بلدية مش موجوده بالكل على حسابنا الخاص. حمادي جبالي قال انه باش يتم في المستقبل متابعه حاله المصبات ومعاينه التجاوزات، كما استغرب غياب اعوان البلديات وعدم القيام بواجبهم رغم انه قاع تسويه وضعيتهم. نحبش توا نطرح فما مؤامرة وفما مؤامرة، نبعدوا على هذا. لكن شنو معناها هذا؟ يا وين البلديات؟ اش قاعدين يعملوا؟ وين السلطات؟ وين الولايات والحكومة أيضا؟ هذا باش ناخذوا إن شاء الله إجراءات. أولا الساعة الحملة ثلاثة الجمعة السبت حد إن شاء الله تكون حملة، لكن مش كافية هذه، على الأقل باش نخفوا. لكن يلزمنا نداوموا في حملة النظافة ونحاسبوا المسؤولين على هذا، سواء اعضاء الحكومه ولا ولايات ولا هذه اللي لازمنا نشوفوا. كما تقرر احداث خليه ازمه تضم عديد الوزارات للتصدي لتفاقم ظاهره تراكم الفضلات في كامل تراب الجمهوريه.